الأخطبوط كائن بحري مش عادي خالص. تعرف إنه من أذكى المخلوقات في البحر؟ ده بجد مش هزار. الأخطبوط ده عنده قدرات عقلية مذهلة. تخيل إنه بيقدر يحل مشاكل معقدة ويفتح علب وبرطمانات محكمة الغلق، وحتى بيستخدم أدوات بسيطة زي ما إحنا بنعمل. العلماء بيقولوا إن مستوى ذكائه قريب جدا من ذكاء القرود الصغيرة، وفي تجارب عملية الأخطبوط أظهر قدرته على التعلم والتذكر وحل المشكلات بطرق إبداعية. مثلا في تجربة شهيرة قدر الأخطبوط أنه يفك غطا برطمان في سلطعون بعد ما شاف الباحث بيعمل كده مرة واحدة بس، ده غير أنه بيقدر يميز بين الألوان والأشكال، وقدر أنه يتنقل في متاهات معقدة. والحقيقة كل ما تعرف عن الأخطبوط أكتر كل ما هتندهش بقدراته العقلية المذهلة. الأخطبوط كمان فنان تنكر، يعني بيقدر يغير لونه وملمسه في ثواني عشان يتخفى من الأعداء. تاني حاجة قدرة الأخطبوط على التخفي. الأخطبوط ده فنان تنكر بجد، بيقدر يغير لونه وملمسه في ثواني، وده مش أي تغيير، ده تغيير دقيق جدا بيخليه يندمج تماما مع البيئة اللي حواليه. تخيل انه بيقدر يقلد ملمس الصخور والشعاب المرجانية والرمال بدقة مذهلة. الحكاية مش بس لون وملمس، ده كمان بيغير شكل جسمه وحركته، يعني ممكن تلاقيه فجأة يبقى شبه ورقة الشجر اللي بتتمايل مع التيار، او حتى يتحول لشكل كائن بحري تاني زي قنديل البحر او الثعابين البحرية. وعارف ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ خلايا خاصة في جلده اسمها الخلايا الصبغية، ودي بتتحكم في الالوان والانماط اللي بتظهر على جسمه، والموضوع ده بيساعده يتخفى من الاعداء او يصطاد فريسته بسهولة جدا، ودي حاجة تجنن مش كده؟ ده غير ان العلماء لسه بيكتشفوا اسرار جديدة عن قدرات الاخطبوط كل يوم. المعلومة التالتة معانا ان الاخطبوط ده مخلوق عجيب جدا. تخيل ان عنده 8 دراعات وكل دراع فيهم ليه دماغ خاصة بيه. مش بس كده، كل دراع بيفكر لوحده وبيقدر يحل مشاكل بسيطة، يعني الاخطبوط عنده 9 ادمغة في جسم واحد. العلماء اكتشفوا ان كل دراع فيه تقريبا 40 مليون خلية عصبية، وده بيخليه بيتحكم في حركاته بدقة عالية جدا. وعارف ايه بقى اللي يخليك تستغرب اكتر؟ لو الاخطبوط ده فقد دراع من دراعاته بيقدر ينميه تاني. عملية اعادة نمو الدراع دي بتاخد حوالي 100-150 يوم، واثناء ما الدراع بينمو الاخطبوط بيفضل يستخدم باقي دراعاته عادي خالص ولا كأنه فقد حاجة. والحقيقة ان قدرة الاخطبوط على تجديد اعضائه دي بتخلي العلماء يدرسوه على امل انهم يلاقوا طرق جديدة للعلاج في الطب. رابع معلومة معانا هي نظام الدورة الدموية للاخطبوط. تخيلوا معايا كده ان الاخطبوط ده مخلوق عنده 3 قلوب مش قلب واحد زينا. قلبين منهم شغلتهم يضخوا الدم للخياشيم، وده بيساعده انه يتنفس تحت المية، اما القلب الثالث فده مسؤول عن ضخ الدم الباقي للجسم كله، ودي حاجة مهمة جدا لانها بتخلي الاخطبوط يقدر يتحرك بسرعة ومرونة في المية. بس الحكاية مش واقفة عند كده. تعرفوا ان دم الاخطبوط اصلا لونه ازرق؟ دي حاجة غريبة مش كده؟ ومش احمر زي دمنا مثلا. السبب ورا اللون الازرق ده هو مادة اسمها الهيموسيانين، ودي بتشيل الاكسجين من دم الاخطبوط. والهيموسيانين دي مش بس بتدي اللون الازرق، لكن كمان بتساعد الاخطبوط انه يعيش في اعماق البحر، يعني يقدر يستحمل الضغط العالي وكمان الحرارة المنخفضة جدا، يعني الطبيعة مدياه كل اللي بيحتاجه علشان يعيش ويتأقلم على البيئة الصعبة دي. خامس معلومة معانا هي طريقة أكل الأخطبوط. الأخطبوط بياكل بطريقة غريبة جدا. تخيل معايا كده إن عنده منقار قوي شبه منقار الببغاء، بيستخدمه علشان يفتت الأكل ويقطعه، وبعد ما بيفتت الأكل بيجي دور لسانه المسنن اللي زي المبرد، بيطحن بيه الأكل ويهرسه كويس. بس الموضوع مش بينتهي عند كده، لأ، ده الأخطبوط عنده غدد لعابية خاصة بتفرز إنزيمات بتساعد في هضم الطعام قبل ما يبلعه، ودي حاجة مهمة جدا لأنها بتسهل عملية الهضم. وفي بعض الأنواع من الأخطبوط زي الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء بيقدر يحقن سم قوي في فريسته، والسم ده بيشل الفريسة في ثواني، وده بيسهل على الأخطبوط انه ياكلها. والحقيقة ان طريقة الأخطبوط في الأكل دي بتخليه من أكفأ الصيادين في البحر. سادس معلومة معانا هي ان الأخطبوط عنده قدرة على الضغط والتمدد. الكائن البحري ده قادر انه يعدي من فتحات صغيرة جدا
وده بسبب ان جسمه مرن ومفهوش عظم خالص، يعني ببساطة الاخطبوط ممكن يضغط على نفسه ويعد من فتحة قد فتحة زجاجة المية الصغيرة او حتى اصغر. تخيلوا معايا ان اخطبوط وزنه 45 كيلو بيعد من فتحة قطرها 6 سنتي بس، ده شيء مش طبيعي مش كده؟ القدرة دي بتساعد الاخطبوط كتير في حياته اليومية، وبيستخدمها علشان يهرب من اعدائه بسرعة، وبيستخبى في الشقوق ما بين الصخور الضيقة، وبيصطاد فريسه لما يكون في الأماكن الصعبة دي. والعلماء درسوا الموضوع ده كتير واكتشفوا ان الاخطبوط بيقدر يغير شكل خلاياه وأنسجته بطريقة ذكية، وده اللي بيخليه يعمل الحركة العجيبة دي. حقيقي كل ما بنعرف عن الاخطبوط اكتر كل ما بنستكشف قدرات مدهشة. سابع معلومة معانا هي عمر الاخطبوط القصير. للأسف الاخطبوط عمره قصير جدا، ودي حاجة بتحير العلماء لحد دلوقتي. فمعظم انواع الاخطبوط بتعيش من سنة لخمس سنين بس، مع ان ذكائه عالي جدا. تخيل ان في انواع بتعيش ست شهور بس، والغريب ان الاخطبوط الانثى بتموت بعد ما تبيض وتفقس البيض، يعني بتضحي بحياتها علشان صغرها، والام بتفضل تحرس البيض لمدة طويلة ممكن توصل لسبع شهور، وخلال الفترة دي مش بتاكل خالص. وبعد ما البيض بيفقس جسمها بيكون ضعيف جدا لدرجة انها بتموت. العلماء بيحاولوا يفهموا ليه الطبيعة خلت دورة حياة الاخطبوط قصيرة كده، خصوصا انه ذكي ومهم للبيئة البحرية. تامن معلومة معانا هي ان حجم الاخطبوط مذهل. تخيل معايا ان في انواع صغيرة جدا من الاخطبوط، يعني ممكن تكون قد حبة الرز او حتى اصغر. دول بيتسموا الاخطبوط القزم، وبيعيشوا في الشعاب المرجانية. وعلى الجانب التاني في انواع عملاقة زي الاخطبوط العملاق الشمالي الهادئ اللي ممكن يوصل طوله لتسعة متر. انت متخيل؟ ده كده يعني اطول من عربية نقل. وزنه كمان ممكن يوصل لمتين وسبعين كيلو. الاخطبوط العملاق ده بيعيش في اعماق المحيط، وبيتغذى على الاسماك والسرطانات الكبيرة. والعلماء لسه بيستكشفوا انواع جديدة من الاخطبوط، وكل نوع بيبهرنا بحجمه وقدراته الفريدة اللي متميز بيها عن التانيين. تسع معلومة معانا هي ذاكرة الاخطبوط. الاخطبوط مش بس ذكي، ده عنده ذاكرة قوية جدا. تخيل معايا كده ان الكائن ده بيقدر يفتكر حلول للمشاكل اللي واجهته قبل كده، وبيتعلم من تجاربه بسرعة مذهلة. العلماء عملوا تجارب كتير اثبتت ان الاخطبوط بيقدر يحل الغاز معقدة ويفتكرها لفترات طويلة. مش بس كده، لكمان بيقدر يميز بين الناس المختلفين وبيتفاعل معاهم. وفي تجربة شهيرة ان اخطبوط قدر يميز بين حارسين مختلفين، وكان بيرش مية على واحد منهم كل ما يشوفه. ده غير انه بيقدر يتذكر اماكن الاختباء المفضلة عنده ويرجع لها بعد فترات طويلة. والذاكرة القوية دي بتساعد الاخطبوط على البقاء على قيد الحياة في البيئة البحرية، وبتخليه من اذكى الكائنات البحرية على الاطلاق. عاشر حاجة معانا والاخيرة، ان الاخطبوط كائن مهم جدا في البيئة البحرية، ومش بس حيوان عادي. تخيل معايا كده ان الاخطبوط بيلعب دور كبير في السلسلة الغذائية تحت المية، لانه بياكل الكائنات زي السرطانات والقواقع والاسماك الصغيرة، وبكده بيساعد في التحكم في اعدادهم والتوازن البيئي. وفي نفس الوقت هو نفسه بيبقى وجبة شهية لحيوانات تانية زي الحيتان واسماك القرش الكبيرة والفقمات، يعني بيساعد في الحفاظ على التوازن البيئي سواء مفترس او مفترس. والاخطبوط بيساهم كمان في تنوع الحياة البحرية لما بينتقل من مكان لمكان، فبيساهم في نشر البكتيريا المفيدة والكائنات الدقيقة اللي بتعيش على جسمه، وده بيخلي البيئة البحرية اكثر تنوعا وصحة. والعلماء اكتشفوا ان الاخطبوط بيلعب دور مهم في دورة الكربون في المحيطات، وده بيأثر على المناخ العالمي كله، وده معناه انه بيأثر علينا كبشر بشكل مباشر. وبكده يا جماعة نكون خلصنا العشر معلومات المذهلة عن الاخطبوط، والكائن ده فعلا معجزة من معجزات ربنا، وكل ما نعرف عنه اكتر كل ما نستغرب عن قدراته العجيبة. وخلونا دايما نحافظ على البيئة البحرية عشان نحمي الكائنات الرائعة دي، من خلال اننا نقلل من رمية المخلفات في المحيطات او الانهار اللي في النهاية هتوصل للاخطبوط ده. شكرا ليكم انكم سمعتونا، ومستنيين ارائكم في الكومنتات، واستنونا ان شاء الله في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.